اللهم توكلت عليك انت يا رب، وترزقنا برزق حلال، تبعد عننا كل شر، وتدينا الصحة يا رب. اي حاجة كويسة ناكل منها عيش. واحنا بنتمشى في منطقة وسط البلد قابلنا بالصدفة شاب جميل جدا بيكافح وبيجتهد وبيحاول ياكلها بالحلال. قابلنا عزيز عنده 25 سنة وحكايته غريبة. عزيز وهو في رابعة ابتدائي ساب التعليم طبعا لظروف عائلية ومشاكل هو كان بيمر بيها، لكن دلوقتي عزيز بعد 25 سنة اشتغل شغلانات كتير واتبهدل ومر بعقبات كتير، لكن قرر ان هو يبيع تليفونه ويعمل مشروع وياكلها بالحلال. الشباب اللي زي كده يشتغل فوق الراس، لازم كلنا نكون فخورين بيهم ونشجعهم ونكون مبسوطين بيهم. يلا نعرف حكاية عزيز. انا اسمي عايز دربال اسماعيل، عندي 25 سنة. فكرة المشروع جات لي اللي انا ما كانش معايا فلوس وكان معايا موبايل عامل 4000 جنيه، فنزلت بعت الموبايل وجات لي فكرة المشروع في دماغي. في نفس الوقت نزلت صممت زي ما انتوا شايفين كده الموضوع ده، والسبرتاية دي واحدة ودي واحدة، والبن والسكر، كوبايات الكاكاو بتاعتي، المية بتاعتي كويسة، قلنا حاجة كويسة بس، ونزلت أكل عيش في وسط الناس وفي وسط البلد عشان ناكل عيش بالحلال بس. لا رد فعل الناس كان عليا اللي هم بيشجعوني، ببناء أن أنا قابلت أشخاص كتيرة أكبر مني سنا وأصغر مني سنا كانوا مبسوطين، كبنات أو كستات أو كرجالة أو شباب كانوا مبسوطين بالموضوع، ناس كتيرة شجعتني. انا كان لازم انزل اجيب الجنيه لان انا سبت التعليم من وانا في رابعه ابتدائي، كانت ظروف عائليه وكان لازم الواحد ينزل عشان يجيب الجنيه. مفيش مواقف حصلت معايا ضايقتني، كل المواقف اللي حصلت معايا كانت مواقف كويسه الحمد لله. والله مشروع تمام ومشروع كويس وربنا ان شاء الله. هو لقي نفسه فاضي قال لك اعمل مشروع. لا مشروع كويس كويس، وربنا يهديه لشغله وربنا يشتغل كويس وربنا يهديه ان شاء الله. طبعا انا بشكرهم جدا وبيديني باور فظيع، واللي انا اكمل واستمر ويبقى النجاح ده من حاجه صغيره زي ما انتم شايفين يبقى النجاح اكبر. يعني انا بلف في وسط البلد، بلف في العتبه، في شارع عبد العزيز، في الموسكي، في 26 يوليو، دي الاماكن اللي انا بلف فيها. بنزل ميدان عابدين، اكتر من كده ما بطلعش. يعني انت بتمشي كتير؟ بمشي كتير والحمد لله، يعني ربنا بيرضيني على قد تعبي ومجهودي ربنا بيرضيني. واهم حاجه الموضوع القهوه نفسها، البن يبقى كويس، لان البن لو مش كويس اللي هيشرب منك مره مش هيشرب التانيه. تمام، احنا بنجيب البن ده جاهز بس احنا بنديله عيارات زياده، تمام، جرامات يعني على 3 كيلو او ال 4 كيلو احنا بندي جرامات زياده روايح او قرنفل، لكن الضيافه اللي انا بضيفها عليه دي سر. الناس حباها جدا، زباين معينه بترن عليا بروح انزل لها في اليوم اعمل القهوه وارجع. دي اسمها ايه؟ دي سبرتايه. دي سبرتايه. ده كنكه قهوه طبعا، ده كاكاوي، وده البن، ده سلوفان عشان الهوا بس، والسبرتايه. نفسك بقى عندنا مشروع مكان ثابت مش متحرك من اجل العمليه اللي في رجلي. انا عامل رباط صليبي وغضروف ركبه في نفس الوقت. دي العمليه دي انا عاملها في الشتاء اللي قبل اللي فات، وفي نفس الوقت العمليه برضو تعباني. اسعى اسعى، لو 1000 جنيه ولا 2000 جنيه جبت اي حاجه ونزلت بعتها، 1000 من هيقف في ظهرك وهيشجعك. نفسي والدتي تروح الحج، ان شاء الله هتروح الحج ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يصح حالها يا رب وتحقق لها امنيتها يا رب ان شاء الله. شكرا يا حبيبي.